هلو بالجدو، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني. انا كنت بموت، كنت بموت. اكيد باين عليا انا كنت تعبانه ازاي، فقلت اطلع اسلم عليكم من انا يعني شويه احسن. التي بوسه تعالي. كنت عايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، انا كنتش بصدق لما كانوا بيقولوا ان الزعل بيخلي بني ادم ممكن يعيا او يتعب، او الزعل بيموت. اقسم بالله العظيم الزعل ممكن كفيل يموت بني ادم، فاوعوا تزعلوا لاي سبب من الاسباب. حاولوا حاولوا بجد يخلي حاجة توصله ان هو يزعل ويزعل قوي. صحتنا بالدنيا والله.